قهري بدل ما تحط الحق علي وترميني بشيء انا ما سويته. روح شوف مين شق الفتيل ببيتك وراح فتلك علينا. يعني مو انت السبب مرت عمين؟ بشو انا السبب صهري؟ كنا قاعدين ومرتاحين ومبسوطين وعين الله علينا، لو ما زرت بنتك ما صار اللي صار. وبدك يعني ما زور بنتي؟ خلص صهري ما بقى اجي لعندكم. مو هيك قصدي مرت عمي. لكن شو قصدك سهري؟ قصدي انك ما لازم كنتي تواجهي مع حماتي ام توفيق وتتسببي انت وياها. كلامي خلى حماتي تاخذ الطفيه اللي عندها. لا تحط الحق علي سهري. ايوه انا لا حكيت ولا قلت لها حردي بنتك وخديها. والله شغلتكم الاجنان وحده بوحده. اصلا انا غلطان اللي جيت عندك غلطان. طول بالك عصام. عصام خلصنا. انت اخذتي بنتك من عنده وفريال اخذت بنتها، شو بقى حدا من نسوانا يقعد عنده؟ شو ما سمعتي اخوك شو حكى؟ وبدك ليش لحتى تنقل لك الخبر مفلفل مبهر؟ 30 شكل ولون على 100 توب وتوب مرت عمي. والله يا جميله انا من حقي اعرف كل شيء عم بيصير ببيت بنتي. والله بدها تعيش عند بيت جوزها، ما بترمي بلا بين جوزها وحماته مرت عمي. ليك الفصعوني ليك.